مع احترام الجميع طبعا، متضايقين صح؟ متضايقين عشان كل يوم بنزل عن الاسبريسو، عن القهوة، عن القهوة صح؟ لكن لما انزل حاجات تفيد الناس، عن رياضة، عن علم النفس، واجي انوع في كل الفيديوهات، التفاعل يبقى 0%. زي واحد كده المرة اللي فاتت عملت له بلوك، جالي على فيديو معين يقول محتوى كله عن الاسبريسو. يا راجل المفروض اللي يخش يشوف القناة يتفرج على القناة كلها، فيديو فيديو، يجيلي على فيديو معين انا محتوى كله عن الاسبريسو. اللي بيشوف فيديو كله هيعرف انا بتعب ازاي، اللي بيشوف فيديو فيديو هيعرف انا بقدم محتوى ازاي. اتقوا الله في التفاعل عشان ربنا يبارك لكم. تمام، اللي كان القهوة هي قبل اليوم كله، والسبب الرئيسي ان انا ما عنديش الاسبريسو، ان الاسبريسو تعتبر ابو القهوه كلها، عن الكابتشينو وعن النسكافيه. فياريت نتقي الله في التفاعل، بس اهم حاجه لما نجي حاجات تفيد الناس التفاعل يبقى 0%. تجي لي على شويه قهوه تقول لي مش عارف ايه، اتقي الله بس في التفاعل اهم حاجه. شكرا.